آمين. طيب، أنا بالنسبة للدول برضه اللي ما وقعت على الاتفاقية بضيف دولة الفاتيكان، اللي هي الدولة الصغيرونة دي الخاصة بالكنيسة والمسيحية. ف يعني أنا أفتكر أنه ما دام الدول أكثر من 168 أو أكثر من 186 دولة وقعت، فيبقى أنه أنت عندك حق أنك توقع، لكن عندك حق أنك تتحفظ على جزء من المواد اللي موجودة فيها. أفتكر أنه الاتفاقية بتكون من حوالي 30 مادة، فنحن مع التحفظ مع أي مادة بتتضارب مع قيمنا الإسلامية والدين الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا السمحة. فنجد أنه المادة 16 من الاتفاقية بتتكلم عن حاجة، بتتكلم عن أشياء بتتضارب كثير جدا مع الدين الإسلامي، اللي هي خاصة بأنه تدي المرأة الولاية لنفسها في الزواج. فدي ممكن الناس بتعمق تحاول تتحفظ عليها في التوقيع، إضافة لأنه برضو بيتكلموا عن زواج الأطفال، وما زواج الأطفال برضو يكون فيه وقفة، إضافة لأنه موضوع العدة الشرعية أنه المرأة من حقها تتزوج طوالي ما يكون في عدة شرعية. ففي حاجات بتتضارب مع الدين الإسلامي، أيوة، خاصة والتقاليد. في الحكاية بتاعت العدة يعني إذا كان. فنحن امتداد للكلام السابق أنه المادة 16 ممكن يتم التحفظ عليها بالكامل،